اهلا وسهلا مره ثانيه وسعيدين جدا بكل الناس اللي هي دائما تحرص انها تتابعنا عبر شاشه سودانيه 24 وكمان تسمعنا عبر اذاعه سودانيه 24 على التردد 93.6. وطبعا بنرحب وكمان بنحيي وبنحب جدا الناس اللي هي بتتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكمان كميه الاراء والتعليقات اللي قاعده توصلنا عبر المنشور اللي بيطلع على صفحه سودانيه 24 طبعا الخاص بصباحات سودانيه. احنا الفقره الثانيه دي هنتكلم فيها عن واحده من الحالات الجميله جدا. معروف انه السودان مليان بتعدديه بتاع الثقافات وكل مكان هو مختلف عن الثاني، فيه نكهه جدا جميله ومميزه عن الثاني. احنا المساحه دي خلينا عشان نتكلم اكثر عن تراث البيجاوي، وسعيدين جدا ان يكون معنا استاذ اوشيك محمد الباحث في التراث البيجاوي. اهلا وسهلا بك وصباح الخير. مرحبا بكم وصباح الخير. ايه تعنينا وتسنينينا بلغه اهلنا البيجا من شرق السودان، وهذه الصباحات الجميلة في وطن السودان تكون أجمل عندما نعكس تراثنا بصورة أجمل إن شاء الله. أهلا وسهلا بك، ودي مساحة عشان إحنا نعكس فيها التراث ونعرف أكثر عن التراث البيجاوي. أول حاجة عرفنا عليك، أنت منو وشغال في المشروع ده من 200 والعملت شنو حتى في الجانب بتاع البحث أو الجانب الخاص بالتراث البيجاوي؟ في البدء أنا اسمي أوشيك محمد عيسى، من سكان ولايه البحر الاحمر مدينه بورسودان، وفي الاصل من مناطق اربعات غربي بورسودان. نعم. والان اعمل مقيم في دوله قطر، واعمل في مجال الحواسيب او تقنيه المعلومات، والبحث في التاريخ والتراث البيجاوي عموما هو احد اهم هواياتي منذ الصغر. حلو. وحاولت أن أربط التقنية أو التكنولوجيا بالبحث والأرشفة التاريخية لعكس التراث والتاريخ البيجاوي بصورة جميلة وأفضل، لكي تكون هناك قاعدة للأجيال ممتاز تدرس مستقبلا. يا سلام. طب عملت شنو في الجانب ده؟ انت احنا عارفين واحد من المشروعات اللي انت اشتغلت عليه اللي هو ترجمه الشعر البيجاوي للغه العربيه، فشنو تاني من المشروعات اللي انت شغال عليها وبتوثق فيها وزي ما انت قلت خليها للأجيال الجايه؟ هو أول بدأنا بترجمة الشعر البيجاوي اللي بيمتاز بالخصال أو الصفات الجميلة مثل الحكمة والفروسية والتوعية، ومن ثم انتقلت إلى ترجمة الأغاني البيجاوية القديمة التي لها أيضا يعني باع في التراث البيجاوي والخالدة في الفن البيجاوي. نعم. وأيضا حاولنا عمل بعض المقاطع أو الأفلام الوثائقية التوعوية بلغة البيجا وترجمتها من خلال المقاطع المصورة لكي نعكس مدى ثراء الثقافة البيجاوية والتاريخ البيجاوي عموما يعني لباقي المجتمعات أو لباقي مكونات السودان أو للعالم عامة يعني بصورة أكبر يعني. طب ده يعني تم من خلال مشاركات خارجية في مهرجانات ومؤتمرات وكده، ولا كيف عرضتوه خارج السودان وداخل السودان؟ اذكر كانت اول كان اذكر اول عمل لي في دبي في مهرجان السياحة العالمي. أه. كان في 2003 شاركت مع الجالية السودانية والفرقة التي اتت تمثل السودان في مهرجان دبي العالمي. حلو. وايضا شاركت بصفتي من الشرق وشاركت ببعض الأعمال التراثية لشرق السودان، وفي ذاك الوقت لم يعني ما كنت مشيت السودان يعني كثير، فقط كان عندي الهواية بأنه أشارك بشرق السودان وتراثه، ومن ثم أيضا يعني كان عندي أيضا لقاء عن في التراث في قناة السي إن إن كانت قد شاركت في مهرجان دبي العالمي في وقت. طب انت الـ الاشعار البيجاويه دي انت يعني بتترجمها للغه العربيه ولا بيحصل شو؟ الشعر البيجاوي هو بيقال له فديق ادمت بمعنى الرباعيات. كما يقال الرباعيات في وسط السودان، عندنا في البيجاوي يقال الفديق ادمت، وهي عباره عن ابيات رباعيه، فهذه اسهل في الترجمه وأعمق في وبليغة في المعاني في اللغة البيجاوية. فبدأت بترجمة الشعر البيجاوي الرباعي لوجود بلاغة فيه تعكس مدى ثقافة وثراء
اللغه البيجاويه. يا سلام. طب احنا يعني عايزينك تجرب لنا احنا ولسه ده كمان المشاهدين تدينا واحد من نماذج الرباعيه دي وكمان تترجمه باللغه العربيه. تبقى قلت في صفات جدا جميله، الحكمه والحماس وغيره يعني. كمثال القصائد التي فيها بعض الحكمه من الشاعر ابو علي قويلاور معروف في شرق السودان، فذكر في احدى رباعياته: أبري هاي درور كرهن أدر هاي همايت توصلف هاي دقي ناوي كدت أينت أمانة، بمعنى مع وجود مع هطول الأمطار في موسم المطر. أبري هاي درور كرهن مع وجود هطول المطر أدر هاي همايت، ومع وجود النسابة والمصاهرة أدر هاي همايت وصلف هاي دقي ناوي كدت أنت أمانة. فهنا قال مع وجود المطر في فصل الخريف أو في فصل الأمطار لا أرى بأن لا أرى للعشب نبات، ومع وجود المصاهرة والتزاوج لا أرى احترام بين المتصاهرين. تصلف هاي دقي ناوي، ومع وجود التدين ومع وجود التدين لا أرى بوجود الأمانة إرجاع المبلغ أو المتدين. بوجود الأمانة تصلف هاي دقي ناوي كدت إيه أنت أمانة، فأخاف حينها أن تضيع الأمانة. الكلام ده قاله قبل 100 سنة من الآن، ومن الأشخاص الموجودين كانوا في الفترة المهدية. فالآن هذا الكلام نحن نراه على الواقع، ففيه حكمة بليغة جدا. فنترجم مثل هذه الأبيات الرباعية لكي تعكس الصفات الحميدة للأجيال وتكون مغروزة فيهم كما كانت من قبل. عشان تستكشف شرق السودان وعشان تعرف معلومات أكثر عن التراث البيجاوي وتقدر كمان تعكسه لنا داخل السودان وخارج السودان، أنت قمت برحلة لمدة 6 أشهر، فكده أحكي لنا عن التجربة وشكل المغامرة وانت حتى اكتشفت شنو بعد 6 أشهر. صحيح، في البدء إذا أردت أن تتعلم شيء أو أردت أن تعرف عن شيء يجب أن تجتهد أو تتعب لأجل الشيء الذي تريد أن تعرف. تمام. فكانت أول بداياتي في بحث عن تاريخ البيجا. يجب معرفة مناطق البيجا كاملة وسكان وقبائل البيجا الموجودين في المنطقة في منطقة شرق السودان. فذهبت في رحلة على طريق الوديان والجبال، وسرت حوالي 4 أشهر بالإبل لكي أعرف المناطق وحدودها وسكانها واختلاف لكنات اللغة البيجاوية نفسها. من منطقة لأخرى قد تختلف اللكنة نفسها في اللغة البيجاوية. فتعلمت حينها كثير من المفردات البليغة التي لم كنت يعني أتحدث بها، وعرفت كثير من المناطق ومسمياتها والوديان ومسميات الجبال ومسميات الفروع للوديان ومسميات القبائل وفروعها. وهذا كان بالنسبة لي يعني ذخيرة كبيرة جدا من المعرفة عن التاريخ والثقافة البيجاوية. جميل. طب الملفت شنو في التراث البيجاوي اللغة من خلال بحثك وزيارتك اللي هي استمرت ل4 أشهر دي؟ الملفت والشيء الملفت والمميز جدا بأنه ثقافة البيجا وتاريخ البيجا هو تاريخ تليد جدا جدا، بحيث عاصر الممالك الرومانية وعاصر العصور الفرعونية وعاصر مملكة إكسوم. ودليل ذلك الآثار المتواجدة على الأرض والمنحوتات أو الحفريات التي ظهرت مع الفراعنة وظهرت في مناطق شرق السودان المختلفة التي توجد الآن فيها آثار إلى الآن لم تكتشف. ودليل لذلك نرجع إلى التاريخ البعيد قليلا. الملك بن حوتب هو الذي يرمز بأنه من والدة ترجع إلى البلينز، والبلينز هم نفسهم البيجا المتواجدين في شرق السودان. فهذا التاريخ التليد اتضح بعد البحث عن الحفريات في المناطق، البحث عن المناطق ومسميات التي ترجع إلى معاني قديمة جدا جدا لا توجد لها آثار الآن.
طب يعني المشروع اللي انت شغال عليه ده واحده من المشاريع ممكن يخدم التماسك الاجتماعي في منطقه شرق السودان، فانت كيف شايف انه المشروع ده هو لو تنفذ او لو تطبق او حتى ناس رجعت ان هي تعرف اصلها وتعرف عن تاريخ بلدها وتعرف عن تراثها حتقدر تخدم تماما الحاله دي ونقدر نبعد من الفكره حقت الصراعات؟ هذا المشروع ليس مشروع فردي ولكن هو مشروع قومي وعام في السودان لتعريف الشعوب الموجودة في السودان على بعضها بصورة جميلة، ولكي يقام هذا المشروع بصورة جيدة ويتقدم ويتطور إلى مدى بعيد جدا يجب وضع لبنات للغات واللهجات الموجودة في السودان لكي تدرس في مناهج خاصة برياض الأطفال، لكي تقوم الأجيال بمعرفة أصولها ولغتهم ولغتهم بصورة جيدة، وهذا هو الذي يخلق التماسك والوطنية في الأجيال. فمن ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل. الآن نحن نرى يعني الدول الأخرى كلها قامت على ثقافاتها وعلى تاريخها التليد وتحضرت، وأصبح الاقتصاد من الاقتصاد القوي لها هي مزاراتها السياحية التاريخية التراثية لغاتها عاداتها وهكذا. فنحن لكي نطور هذا العمل يجب وضع لبنات أساسية، وأن نحافظ على اللغة خاصة في شرق السودان، هي اللغة لم تكتشف بعد مع باقي قبائل السودان مع أنها من اللغات المهمة جدا والتي من خلالها تكون هناك مفردات كثيرة في اللغة العامية السودانية. كمثال الآن في اللغة العامية بنقول للشخص مثلا براك أقيف 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 براك هكذا. براك نحن عندنا في اللغة البداوية بروك بروك لوحدك. فكثير من الكلمات البداوية هي موجودة في اللغة في اللهجة في اللغة العامية، ومنها أيضا بعض الكلمات النوبية القديمة وبعض الكلمات من الدينكا وبعض الكلمات هي التي شكلت العامية السودانية بمزيج كبير من اللغة العربية الفصيحة. فهذا يدل على تمازج الثقافات العرب والأفارقة الثقافات السودانية الأصيلة. فلكي نتمسك بهذه الثقافة الثرة يجب وضع قاعدة للأجيال لبناء ثقافتهم ولغتهم الأم. والآن ليس خروج عن إطار الحلقة، ولكن حابب تقول حاجة؟ الآن في بعض الخلافات حصلت في بعض المناهج في الدروس وهكذا، فكان ذكر البجا وثقافتهم بصورة مختصرة جدا لا ترمز إلى وضع لبنة أساسية للتمسك بالثقافة. ونحن في شرق السودان في ولاية البحر الأحمر تحدثنا وخرجنا بمذكرة لكي نرمز بأن للشرق ثقافة وتاريخ ولغة لغة تليدة. يعني الله يوفقك أشك محمد الباحث في التراث البجاوي، وشكرا جزيلا، بتمنى لك اكيد دوام التوفيق في مشروعك، ونشوف انه حتى المشروع ده هو مطبق على مجموعه من المساحات الاخرى في التراث السوداني لعمقه ولتعدديته وكمان لتميزه. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وشكرا لاسره قناه سوداني 24، وان شاء الله يعني في صباحات اجمل ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا. اكيد ما زلنا مستمرين معكم في حلقه اليوم من صباحاتنا السودانيه، اطلع مع بعض فاصل قصير ومن بعد نواصل حلقتنا.